بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق في باب الوصايا، ما معنى الوصية؟ من سيجيب ما معنى الوصية؟ عندك عطية معلقة بالموت. وقد تطلق الوصايا على ما يطلبه الميت عقب موته ولو بغير ذلك مما يعظ به أو ينصح به، كما وصى إبراهيم ويعقوب بنيهم بالتوحيد، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية. لكن المقصود في هذا الباب عطية معلقة بالموت، فإذا علقت بالموت فهي وصية، إذا مت فلفلان كذا. فإذا أعطاه في حال حياته ماذا تسمى؟ دقيقة. هبة، عطية ناجزة. وإذا كانت في مرض يخاف منه الموت، مرض موت، مرض يخشى منه الموت، فما حكم ذلك؟ عندك يوسف. يعني لها أحكام الوصية، هي عطية، ولكن إذا كانت في مرض يخشى من الموت فتأخذ أحكام الوصية. من أحكام الوصية: لا وصية لوارث. ما المقصود بذلك؟ لا وصية لوارث. عندك عقلة؟ يعني الوصية في حقه باطلة لأنه من الوارثين. فإذا كان محجوبا، هذا الوارث محجوب، كان يكون مات ميت وترك ابنه وأخاه، فأوصى لأخيه بشيء، هل تصح هذه الوصية؟ أخوه الأخ من الوارثين، ولكن في هذه الصورة هل هو وارث أو لا؟ من سيجيب؟ عندك إبراهيم. لماذا؟ لكن لماذا ما يرث؟ حجب بالابن، محجوب بالابن. إذن إذا وصى في هذه الصورة تصح الوصية. لا وصية لوارث، فإن كان محجوبا جاز أن يوصي له لأنه في تلك الحالة ليس بوارث. ومن أحكام الوصية أنها تكون من الثلث فقط، فما زاد على الثلث ما حكمه لو أنه أوصى بنصف ماله؟ عندك محمد. إذا أوصى بنصف المال قال: إذا مت فنصف مالي في سبيل الله، يمضي النصف المال كامل. الوصية في الثلث، فكيف ما زاد على الثلث ماذا يصنع به؟ ما زاد على الثلث يعاد للورثة. الثلث والثلث كثير، ما زاد على الثلث يعاد للورثة. فإن رضي الورثة أن يمضوا تلك الزيادة لمورثهم لينالوا الأجر جميعا فلا بأس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويجب تقديم قضاء الديون. قبل أن نقرأ كلام الشوكاني، ما الدليل على تقديم الديون على الوصايا؟ بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا قد يقال دليل عليه، لأن الله ذكر الوصية قبل الدين. من بعد وصية يوصى بها أو دين، نعم، فتقديم الديون
من باب أنها حقوق الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت يقول: هل ترك دينا؟ ومن باب أنها حقوق عليه، فتخرج الحقوق الذي عليه والوصية مما بقي. أما تقديم الوصية، لماذا قدم الله ذكر الوصية على الدين؟ عندك يا يوسف؟ لأن يتهاون الناس في إنجاز الوصايا، الدين صاحبه سيطالب به، أما الوصية فصاحبها ضعيف وليس له قوة في المطالبة، فنبه الله على أن الوصية مهمة، ذكرها الله قبل الدين: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال الشارح: عفى الله عنه، قضاء الديون مقدم على الوصية، لأن الدين حق عليه، ولو وصى بمال كأن يكون خلف 100 درهما ووصى بثلثها للفقراء المساكين جاءوا ينظرون، فإذا عليه 150 درهما، في هذه الحالة يبدأ بالدين ولو استغرق ماله كله، ما عنده إلا 100 درهم وعليه ديون 150، فكيف يوصي بها؟ إذن تلغى الوصية في هذه الصورة، فيقضون دينه ووصيته مردودة عليه، لأنه ينفق وليس له مال يؤدي الحقوق الذي عليه. في هذه الحالة يبدأ بالدين أو يبدأ بالدين ولو استغرق ماله كله، وليس له أن يوصي من ماله وعليه حقوق للناس إلا إذا وصى به وصية مقيدة، كأن يقول: إن أدى الله عني ديوني فثلث ما بقي وصية، أو وقف، أو صدقة، أو ما أشبه ذلك. إذن فالبدء بقضاء الديون مجمع عليه، وقد جاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فهو من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث الأعور متروك، ولكن وقع الإجماع على ذلك لأنها حقوق عليه فيجب تقديمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، قال: أرأيت لو كان عليها دينا أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق بالقضاء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت سأل، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على المديون زجرا، ثم إنه ترك ذلك. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، أي من بيت المال، ومن ترك مالا فلورثته. وعلى هذا فيجب على ولاة الأمر أن يقضوا عن المديونين ديونهم، لهذا الحديث: من توفي من المؤمنين عليه دين فعلي قضاءه. سبحان الله، كم من أموال في بيت مال المسلمين، كم من أموال في خزانات الدول، ومع ذلك يتركون الفقراء في جوع وفي مشقة وفي شدة، ويتركون الناس يموتون عليهم الديون، وهكذا الأرامل واليتامى، والأموال موجودة بكثرة، إنكم ستجدون بعدي أثرة تتعجبون لو أنفقت تلك الأموال التي تنفق في الحروب، وتنفق في في الرياضة، تنفق في المنتديات،
في الملاهي ما سيبقى فقير، لكن لله الحكمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. مسألة: لماذا قدمت الوصية على الدين في الآية؟ الجواب: استنبط العلماء حكما في ذلك. قالوا: إن الوصية في الغالب تكون ملكا لضعيف لا يطالب بها لضعفه، والدين في الغالب يكون ملكا لقوي يطالب بدينه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الدين: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فهو يطالب بدينه بقوة. أما الوصية جاءت على سبيل التبرع والاستحباب، وليس عند صاحبها الجرأة على المطالبة بها كصاحب الحق، فلذلك قدم الله الوصية للاهتمام بأمرها. ولله حكم في كلامه جل وعلا، إنما هذا استنباط لبعض الحكم، والله أعلم بما أراد. مسألة: من مات ولم يترك وفاء وجب على السلطان أن يقضي عنه من بيت المال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. قال الشارح: فالله عنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يقضي عن المؤمنين ديونهم من بيت المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أي في بيت المال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه. هذا إذا كان غير متلاعب، أخذه بحق وصرفه في الحقوق. أما أن يأخذه إسرافا وتبذيرا ولعبا، فمثل هذا ما يدين ولا يقرض ولا يتعامل معه. فإن كان أخذه على سبيل غير مرضي ثم حصلت منه التوبة والندم قبل موته، فكذلك يجب على السلطان أن يقضي عنه إذا حصلت منه التوبة النصوح. مسألة: حكم العطايا في مرض الموت. الجواب: العطية في المرض الذي يخاف منه الموت حكمه حكم الوصية، فليس له إلا الثلث لغير الوارث. قيدان: العطية في مرض يخاف منه الموت إلا من الثلث، ما ينفق أكثر من الثلث، وأيضا لا تكون الوارث، لا وصية الوارث. فالعطية في المرض المخاف الذي يخاف من لها حكم الوصية، فله حكم الوصية. أما قبل المرض وهو في حال صحته، فله أن يتصرف بماله كله ويعطي من يشاء لوارث أو لغير وارث، إلا أنه يجب عليه العدل بين أولاده. يسأل بعض الناس يقول: رجل في حال صحته أعطى زوجته نصف أمواله، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: ما له، يعطي من شاء. حال صحته وأعطى زوجته فلا حرج عليه، أعطى ولده وليس له إلا ولد واحد، وترك زوجته وترك زوجته، فهذا حقه. أو أعطى ولده وترك أباه وأمه، حقه له أن يعطي من شاء. فإذا حصل له مرض يخاف منه الموت فليس له إلا الثلث. الحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، أي زجره عن هذا الفعل. فأمضى له النبي صلى الله عليه وسلم عتقه في الثلث فقط، مع أن العتق مما يحث عليه الشر ومما هو من أعظم المستحبات، ومع ذلك لم يمض له في مرض موته إلا
من الثلث. فهذا الرجل في مرض شديد ألم به أعتق 6 مملوكين له عند موته. النبي عليه الصلاة والسلام أعاد 4 إلى الرق وأمضى العتق في 2 فقط. وكيف حصل الاختيار للاثنين للقرعة؟ هذا حكم شرعي عظيم يستفاد منه. يستفاد منه أيضا أن الحقوق إذا تزاحمت يقرع بينهم، إذا كان لابد من تقديم بعض الحقوق فلا بد من القرعة، وإلا فإذا كانت الحقوق تتجزأ فيجزئها بين أصحاب الحقوق إذا كانوا كلهم يستحقون ذلك. قال: فالمرض الذي يخاف منه ليس له أن يتصرف فيه إلا في الثلث. والحكم في المرض الذي يخاف منه الموت كالحكم في الوصية. مسألة حكم الوصية لوارث إذا أجازها الورثة. الجواب: الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازها الورثة صحت لأن الحق قد صار للورثة وقد أمضوها. مسألة حكم إجازة الوصية من بعض الورثة دون بعض. الجواب: لا تنفذ الوصية إلا بإجازة الجميع، وإلا فالذين أجازوها يمكنهم أن يمضوا نصيبهم فقط منه إذا أجاز بعضهم وبعض ما أجاز. الذين أجازوا تنفذ في حقهم. مسألة بيان الحقوق المتعلقة بالتركة. أول هذه الحقوق مؤن تجهيز الميت مقدمة إذا لم يجدوا شيئا وما أحد تبرع بها، فيخرجون من ماله قيمة الكفن والقبر والتغسيل، لأن هذه أمور واجبة. هذه أول الحقوق، تقدم من أموال مال الميت إذا لم يجد من يتبرع بها. هذه أول الحقوق تؤخذ من مال الميت قبلها أن يقسم المال، تخرج مؤن تجهيز الميت. بعد ذلك الحقوق المتعلقة بالجنايات، كأن تكون الجناية متعلقة بعين المال. ومن الأشياء المتعلقة بالتركة كالرهن، لأن الرهن قد تعلق بالمال الذي رهنه، استخراج الحق منه، لأن الرهن قد تعلق بالمال الذي رهنه. الآن مال عندك رهن فيجب أن يعاد ويستخرج الحق من ذلك المرهون عنده بدل الاستخراج، ويستخرج الحق منه ويستخرج. وأيضا إذا كان الذي جنى عابده، العبد إذا جنى فالجناية تتعلق بالعبد نفسه، تقدمت معنا. إذا جنى العبد على آخرين فالجناية متعلقة برقبة العبد، إن كانت الجناية أغلى من العبد له أن يدفع إليهم العبد ويتخلص. فالجناية تتعلق بالعبد نفسه، إن وفى وإلا باعوا العبد، إن فداه السيد وإلا أخذوا ماله، وإلا أخذوا ماله من العبد. ثم بعد ذلك الديون العامة، ثم الوصية، أي بعد هذه الحقوق المتعلقة بالأموال من الرهن ومن جنايات العبيد، بعد الديون العامة ثم الوصايا. مسألة إذا كان لزوجته مهر هل يحل بموته؟ مهر خبر اسم كان مؤخر. هل يحل بموته؟ وكذلك الديون الأخرى لو كانت متأخرة، فبموته هل تصير حالة؟ الجواب: بموت الميت تصير الديون حالة، بدليل الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الديون وإن كانت مؤخرة فبالموت تحل، فيطالب الجميع بأموالهم من التركة. مسألة: ديونه التي عند الناس تدان منه إلى بعد سنة، ومات هو بعد شهر أو شهرين، هل تصير ديونه حالة؟ الجواب: ما يلزمون بها، لأنهم أخذوها بذلك الشرط أن يقضوها بعد سنة، ولكن ينبغي أن يتساعدوا بجمعها حتى لا يختلف الورثة، لا سيما إذا أراد الورثة أو كان الورثة محتاجين، فالتقديم مما ينبغي
ولكن لا يلزمهم فيكون عليهم حق يوفون به إذا جاء الأجل. فالورثة يرثون تلك الأموال المؤجلة بأجلها، يرثونها بآجالها، ولا يستطيعون أن يلزموا الناس بالسداد قبل الوقت المتفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.